وسائل التواصل الاجتماعي وجميع وسائل الإعلام يتصدرها لبنان. ليست الحرب هذه المرة، بل إنها ثورة شعب، شعب لطالما عرف بحبه للحياة. الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب القدر ويستجيب السياسيون ويستجيب المجتمع. لقد استجاب القدر لثورتهم، ولكنهم ينتظرون استجابة السياسيون على حد تعبيرهم. أعدادهم كبيرة في المهجر، ولكن ذلك لا يمنع من مساندة من يعيشون الثورة على أرض لبنان. بعد عدة أسابيع من انطلاق الثورة اللبنانية، يجتمع اللبنانيون المقيمون هنا في لندن من أجل دعم ثورتهم ومن أجل المطالبة بإصلاح سياسي واقتصادي لطالما حلموا به. نحن بالآخر منطالب ورح نضل نطالب بلبنانية، مطلبنا أن حكومة تصريف أعمال توصلنا لانتخابات نيابية مبكرة وتغيير القوانين الموجودة، ويعني قانون الانتخاب تحديدا، ويكون في تشكيل حكومة جديدة فيها من الناس المؤهلين أصحاب الكفاءات اللي يقدروا يديروا البلد مكان الناس اللي سبقوهم. خلق لهالمجتمع كمجتمع لا طائفة، علماني، قائم على المساواة والعدالة الاجتماعية، مجتمع لا عنصري تجاه الأجنبي، وبنفس الوقت مقاوم تجاه المحتل. مطالبهم واضحة جدا، إصلاح سياسي مصحوب بإصلاح اقتصادي، وقانون انتخاب جديد غير قائم على الطائفية هو أسمى أولوياتهم. حب البلاد يسكنهم، والأمل لم ينقطع بالعودة ذات يوم. لبنان منحبك وما حنفوت الأمل وحنرجع لك نهار. وإن سألوك عما يحدث في لبنان، فقل لهم إن هناك بلدا يخلق من جديد، إنه لبنان الكرامة والشعب العنيد. إبراهيم بنات، سنترال لندن.